أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن إعلان تأييد السلام لمملكة البحرين هو قرار سيادي وخطوة تاريخية تهدف إلى دعم وتعزيز جهود السلام في المنطقة وصولا إلى إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين وفقا للقرارات الدولية والمبادرة العربية. وأضافت معاليها أن هذه الخطوة الشجاعة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هي امتداد لنهج الانفتاح والتعايش المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، وتأكيد على الموقف البحريني الراسخ والثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كاملة التي تأتي في صدارة أولويات مملكة البحرين والالتزام بالثوابت العربية باعتبار أن الحقوق الفلسطينية من أهم هذه الثوابت. جاء ذلك خلال لقاء معاليها صباح اليوم السيد هامبرت فينسنت بويمي القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين، مشيدة معاليها بالجهود المتميزة للقنصل السويسري في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين وإسهاماته البارزة في فتح آفاق التعاون الثنائي في كافة مجالات التنمية الشاملة وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومشيرة معاليها إلى التطلع نحو مزيد من التعاون البرلماني والحرص على دعم ومساندة التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة.